أعود إلى يعني الحوزة العلمية والمؤسسة الدينية. يعني نشاهد كما أشرت فقدان للمنهج، الأمر الذي أدى إلى تشتت لربما، بل تأخر جملة من الأبواب المعرفية، تأخر في الأبواب المعرفية، الأمر الذي انعكس على الواقع، يعني انعكس على طريقة التعامل مع الآخر دارس الأخرى. نعم، ألا نحتاج إلى تجديد؟ فأقولها صريحة لك وللمشاهد، وهو أن التجديد أساسا يعد الداينمو المحرك لأي باب معرفي. إن لم تجد في باب معرفي قابلية على التجديد وقابلية على الإصلاح، اعتبر أن ذلك الباب المعرفي ميت، لأن الزمان يتجاوزه بسرعة. إذا أردت لأي باب معرفي، لأي فرع من فروع المعرفة، سواء كانت فلسفة أو عرفان أو تاريخ أو فقه أو أصول أو منطق أو تفسير أو كلام، أي باب من هذا، أنا طبعا أتكلم في باب اختصاصي، وإلا في العلوم الطبيعية أيضا كذلك. يعني الفيزياء إذا أرادت أن تتعامل مع الظواهر الفيزيائية كما كان يتعامل نيوتن وأدوات نيوتن، بينك وبين الله كان علم الفيزياء باقي وميت، ينتهي. إذن متى أنت تستطيع أن تبقي فرعا من فروع المعرفة حي؟ ها، بشرطين. الشرط الأول أن تهيئ المنهج الصحيح لدراسة ذلك الفرع من فروع المعرفة، وإلا إذا منهجك خاطئ ما ينطي نتائج صحيحة. هذا الشرط الأول أو الركن الأول. الشرط الثاني أو الركن الثاني هو أنك تستمر في تجديد هذه الأدوات وهذا المنهج. يعني شوفوا، أنتم الآن تريدون تحفرون شيء، قبل 100 سنة عندما نريد أن نحفر شيء عندنا أداة معينة، الآن نريد نحفر عندنا نفس الأداة، لو جددنا في الأدوات التي نحفر بها الأرض جددنا أكثر من 1000 مرة، تمام، ولكنه بقينا أداة الحفر هي نحفر. يعني الآن نريد أن نصعد إلى الفضاء، نريد أن نصعد إلى الفضاء. قبل 50 سنة 60 سنة أول كذا صعد إلى الفضاء، مركبة صعدت إلى الفضاء، الآن نمد نصعد إلى الفضاء، ولكن المركبات التي كانت قبل 50 سنة والمركبات اللي الآن من حيث الأداء ومن حيث القدرة، الآن هناك محطة دولية ثابتة. أحسنتم، أريد أن أقول أنه بعد أن تعين المنهج دائما لابد أن تجدد وتدقق وتعمق في هذه الأداة التي هي المنهج، لأنه بها تستطيع أن تخترق بابا من أبواب المعرفة. حتى في القضايا العقائدية، أقول في كل باب، حتى في القضايا العقلية التي هي أدق. في الرياضيات، أنت الآن لو تذهب إلى علم الرياضيات، أنا ما متخصص في الرياضيات، أنا متخصص في علم المنطق، أجد بأن العلوم المنطقية، المنطق الذي كتبه أرسطو كان على مستوى، والمنطق الذي كتبه ابن سينا كان على مستوى آخر، والمنطق اللي الآن يدعيه محمد باقر الصدر في الأسس المنطقية على مستوى آخر من الدقة والعمق، وكلهم يبحث المنطق، والمنطق أمور ثابتة ليست متغيرة كالرياضيات، ولكنه تستطيع أن تعمق فيها، تستطيع أن تدقق فيها، هاي الأداة تشحذها تعطيك نتائج أفضل. ولذا في الحوزات العلمية نحن إذا أردنا أن تكون هذه الحوزات قادرة على الاستجابة لمتطلبات الحياة وإدارة الحياة وقيادة الحياة، لابد أن تواكب الحياة بكل تطوراتها وتجديداتها، وإلا إذا عاشت في زمان والحياة في زمان آخر انقطع ماذا؟ هذا الجسر الذي يربط هذه القيادة التي تدعي نفسها القيادة وهذه الأم. ولذا أنتم تجدون أن الروايات اللي وردت فيه، وليست واحدة واثنين، العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. يعني العارف بغير زمانه تهجم عليه. أحسنتم، تهجم. لماذا؟ لأنه واقعا لوابس، واقعا فتن لا يستطيع أن يجد لها مخرجا. أو في كلام آخر للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة، لا تقصروا على أولادكم على أخلاقكم، فإنهم خلقوا لغير لزمان غير زمانكم. خب سؤال، يعني الأخلاق نسبية؟ لا لا، الأخلاق ليست نسبية، القيم ليست نسبية، كلها حقائق ثابتة. الصدق
ليست قضية نسبية. يعني فد يوم يكون الصدق حسن ويوم آخر يكون الصدق قبيح مثلا، في زمن يكون الظلم قبيح وفي زمن آخر يكون لا. الآن تجد أنت كل أولئك الذين يظلمون في العالم ولكن يدعون أنهم ماذا يعملون بحقوق الإنسان. يعني هذه القضايا قضايا ثابتة سواء قبل 1000 سنة أو الآن أو بعد 1000 سنة، ولكن أدوات إيجاد هذه الحقوق مختلفة من زمان إلى زمان آخر. إذن ينبغي إذا أردنا لباب معرفي، خصوصا تخصصاتنا في الحوزات العلمية، يعني الفقه، يعني التفسير، يعني العقائد، ينبغي أن أولا نحدد المنهج، وثانيا نجدد ونطرح تلك الأمور التي هي الآن محل ابتلاء الناس. في زمان من الأزمنة كان بحث هناك أن القرآن مخلوق أو القرآن ماذا غير مخلوق، مسألة كانت، والإمام والأئمة دخلوا فيها والعلماء دخلوا. أما في هذا الزمان لا توجد مثل هذه المسألة أن القرآن مخلوق. أنت تسمع على فضائية على أحد يطرح، ليس أنا ما ينبغي أن أكتب 5 مجلدات في أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، أو نتحدث في عن الصيد والكل يذهب إلى الجزار كما يقول أحد المفكرين، أو في باب الخمس نبحث عن الغوص، خلاص انتهى واقعا، من يوجد عنده الآن غوص؟ أو نبحث عن المعادن أنه فيها الخمس، هو من يستطيع الآن؟ شو أي دولة تسمح لأحد أن يستخرج معادن حتى أنه فيها الخمس أو لا؟ إذن هذه المسائل الآن أنت عندما تنظر إلى الرسالة العملية تجد أنه كثير من مسائلها كانت مرتبطة بزمان معين، بظروف معينة، بشروط معينة، وحسنتم وانتهت، وكثير منها متكرر. ولذا أنا أعتقد بأنه دائما إذا أردنا لباب معرفي أن يبقى حيا في وسط الأمة ويتفاعل مع الأمة، لابد أن يستجيب لاحتياجات الأمة، لابتلاءات الأمة، لظروف الأمة، لشروط الأمة، وعلى أساسها تجد أنه عند ذلك يبقى التواصل قائم بين العالم وبين المتعلم.